هذا كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه اتفق مع الرئيس الجزائري على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن وخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية. كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وفي مدى زمني محدد، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مصاري باريس وبرلين، وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق وحدتها وسيادتها واستقرارها.